للعام الرابع على التوالي في معرض الشرق الدولي للكتاب تواصل محطة التواصل الاجتماعي حضورها الفعال بمشاركة نخبة من مشاريع الإعلام الجديدة ليعرضوا أمام الزوار المعرض عدد من القضايا وجوانب عن علاقاتهم مع متابعيهم ومعجبيهم عبر هذه المواقع. محطة التواصل الاجتماعي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب إحدى الوجهات المهمة التي تخاطب الجمهور بمختلف مجالاته، وتحديدا فئة الشباب المولع بها، لما تمثله مواقع التواصل هذه من أهمية في التواصل مع العالم بأسره وبشكل مباشر. الإعلام الجديد طاغي على الأخبار، لأنه خلص نحن صرنا نعرف كل شيء أول بأول، طاغي على التلفزيون. التلفزيون بالنسبة لي انلغى من البيت، مع أنه بيكون مليان في البيت، بس الأكثر الواحد بيطلع على اللابتوب على الموبايل، وهذا هو بحد ذاته يعني إشي عن جد أفرق معنا بالتواصل الاجتماعي. عندي محتوى، لكن المحتوى ذا كان حيكون صعب جدا إني أقدمه عن طريق القنوات الفضائية أو حتى الصحافة أو حتى أي شيء بسبب صعوبة الدخول. بالنسبة لوسائل التواصل، مجرد تعمل حساب، تعملي تحميل للمحتوى اللي حتقدميه، وساعتها الحكم للجمهور، فكان الدخول جدا سهل. الاستمرارية هي التحدي. بطريقة متجددة وجاذبة صممت محطة التواصل الاجتماعي بشكل يتيح للزائر المتابع للركن أو المتنقل بين أروقة المعرض الوقوف ومشاركة ضيوف المحطة من مشاهير الإعلام الجديد. فمجموعة من الشباب أوكلت إليهم مهمة التنسيق وترويج وجذب الجمهور لمحطة التواصل ومتابعة جلسات الضيوف ونشرها فورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الشيء المميز عندنا نحن في محطة التواصل الاجتماعي اللي هي اللايف فيدينج، الشاشة هذه تراوينا مشاركات الجمهور على الهاشتاج مالنا SIBF15. محطة التواصل الاجتماعي قناة اللي ممكن الجيل هذا